قال المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم إن السلطات الأمنية في البلاد تعمل على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مع ازدياد أعدادهم في الفترة المقبلة. وتمنى إبراهيم خلال جولته في مركز انطلاق النازحين في شبعة اللبنانية عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، مؤكدا أن الأمن العام سيواصل مهامه في إعادة النازحين.